يا الله هذه المزرعة أخونا وعبد الله بدر كباني فيها أكثر من 250 طائر. راح نوريكم الآن الطيور الجميلة في هذه المزرعة، فابقوا معنا. عليكم بالخير، هذه المزرعة ما شاء الله مزرعة أخونا أبو عبد الله ما شاء الله. هذه موزة شكيتة، شوفوها أنا هذه اللي بجمعيات. إيه هذه فريش ما شاء الله، مسلوقة نفس مال الجمعية. نبي محمد هذه تين جاسم ما شاء الله، وما شاء الله شوفوا هذه التين أنا بقطفها الآن يا جماعة أنا بقطفها ما شاء الله. هذه التين شوفوا ما شاء الله كيف فريش مال الجمعية. إيه مو مال الجمعية، شيء ثاني. الله يخليك إن شاء الله، أقول الله يطعمك والديك من تين الجنة يا أبو عبد الله. الله يحفظك. ما شاء الله احنا في مزرعه كنا ابو عبد الله كيباني ما شاء الله، وهذه طيور فكره طيور اللي تاكل من ايديك ما شاء الله. هذه الطيور كلها ما شاء الله قاعد تاكل من ايدنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه الطيور ما شاء الله الجميله، شايك قهوتك اقوش عليك بعد تسافر ما تسافر هني ما شاء الله، شيء جميل في مزرعتكم ما شاء الله. اللهم بارك.